برعاية جامعة دمشق وانطلاقا من أهمية التحول الرقمي التي تلقي بظلالها على كافة جوانب الحياة، أقيم على مدرج الجامعة محاضرة بعنوان التحول الرقمي في التعليم، ألقاها الدكتور طلال أبو غزالة وحاورته الإعلامية رائدة وقاف بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وحشد كبير من المهتمين. طبعا نحن لما بنحكي عن التحول الرقمي في ظل الثورة العالمية الرابعة هلا اليوم هو له أهمية كبيرة بكافة القطاعات. لما بنحكي عن التعليم معناتها نحن يعني جانبين بالأخير بدنا نحكي عليهم، الخدمات التعليمية من جهة والتعليم بحد ذاته، جودة التعليم بحد ذاته. الخدمات التعليمية نحن كوزارة الاتصالات من خلال استراتيجية التحول الرقمي عم نشتغل على استراتيجيات قطاعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لوضع أولويات الخدمات التي يمكن إطلاقها في القطاع التعليمي. لما بنحكي عن العملية التعليمية طبعا في ظل جائحة كورونا ظهرت حاجة ماسة للاستفادة من خدمات التكنولوجيا والإمكانيات الهائلة اللي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة العملية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الحوار تناول فوائد التحول الرقمي في مجالات متنوعة وخاصة التعليم وضرورة تطور أساليبه والتوجه نحو التعلم الذاتي. كما تخلل الندوة عرض أفلام وتقارير حول مسيرة أبو غزالة وتقديم درع تذكاري له باسم جامعة دمشق. جامعة دمشق تعدكم دوما بالمزيد، تشرفنا بحضرتك اليوم دكتور طلال، وعسى أن يكون دافع كتير كبير لشبابنا نحو الانطلاق. وتم الاتفاق مع جامعة دمشق على إنشاء وحدة طلال أبو غزالة للابتكار، والتي لا يتخرج منها الطالب إلا لينجز اختراع. كما وأعرب أبو غزالة عن فخره لوجوده بين طلاب وأساتذة جامعة دمشق العريقة. جامعة دمشق تخطو باتجاه إثراء معارف الطلاب وإثراء خبراتهم من خلال تجربة غنية لا باعة ليس على مستعد المستوى المحلي أو العربي فقط، لكن على المستوى الدولي والمستوى الأممي، خاصة أننا في عصر تحولات ينبغي أن نجاريها، وبالتالي إذا لم نجاريها ستصبح الجامعة خارج المنافسة، لأنه اليوم قوة أي جامعة ومكانتها التصنيفية على مستوى العالم هو في قدرتها على مواجهة معضلات السوق، بمعنى تخريج حرفيين قادرين على ممارسة المهنة وليسوا بحاجة إلى تأهيل. كل ما الجامعة خرجت أكثر شخص قادر أنه ينخرط مباشرة بسوق العمل كل ما كانت استجابتها أعلى، وهذا اللي بيفرض التحول الرقمي، التحول بالأدوات والتحول بالمخرجات نحو خريج لا يخشى مواجهة سوق العمل، لا يخشى مواجهة المستقبل. التحول الرقمي في عصر السوشيال ميديا أصبح ضرورة ملحة لتجاوز المشكلات وخلق الفرص المناسبة لتحقيق النجاح.